مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم وصفتنا وصفة مميزة ولذيذة، تحتوي على عصير تمر هندي. مكونات الوصفة: دجاج، أي خضار متوفر عندكم، بطاطا، جزر، فليفلة، فلفل رومي، بصل، ثوم، أي خضار أنتو حابين تضيفوها. في عنا بهارات مطحونة: كمون، كزبرة، ملح، فلفل أسود، قرفة، هيل، بابريكا. طبعا رح نحتاج زي ما حكينا عصير التمر هندي أو منقوع التمر هندي، رح نحتاج عصير ليمون وماء. طريقتها كتير سهلة، رح نخلط كل البهارات مع بعض ونتبل فيهم الدجاج ونحط عليهم العصير التمر هندي، ويفضل نخليهم ليلة كاملة منقوعين بالخليط. بعدين بنقطع الخضار بشكل دوائر، بنصفها بصينية الفرن وبنحط الدجاج عليهم، وما تبقى من العصير طبعا بنحطه، وبنضيف شوية مي مغلية، بنغطيها بالقصدير على فرن حامي، بدها تقريبا ساعة ونص بتكون استوت. أتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسوا تعملوا إعجاب وشير للوصفة على صفحتكم لسهولة الوصول. في الفيديو الجاي ومع السلامة.